يا مساء العسل عليكم، معكم الكابتن عزوز مونجي المحفز الرياضي. طبعا كلام مهم جدا جدا، واجب عليكم على كل المشتركين او اللي لسه ما شافوش القناة. كلام مهم جدا 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 لكل لعيبة كمال اجسام، اولهم شباب بنات رجال نساء لكل الاعمار حتى الأطفال. كلام مهم جدا جدا، أنا ككابتن عزوز كمدرب رياضي ناجح هتكلم فيه، وكل الكباتن الكبار اللي متابعينا على اليوتيوب هيجي يقولوا إن الكابتن عزوز كلامه صح 1000000%. ليه؟ لأن أنا خدت خبرة رياضة خلاص، يعني الحمد لله بفضل ربنا مش محتاج نصايح من حد. ليه؟ إن إحنا خدنا خبرة عن كل حاجة في رياضة. لو انت متابعاني على اليوتيوب او لو انت متابعني شباب بنات كل الاعمار، اعمل سير لصاحبك ولصاحبتك ولاصحابك ولكل الحبايب لكل لعيبه كمال اجسام حتى المبتدئ. عايزين تستفيدوا وعايزين توصلوا الى النجاح وما يحصلكوش اصابه او مشاكل لا قدر الله، الفيديو ده ليكم، ونرجو منكم التفاعل واللايكات. انا مش عايز اشتراك فقط، انا عايز الاشتراك والتفاعل بتاع اليوتيوب يتشغل. اشتراك، تفعيل جرس، لايكات وسير ودعم. كلام مهم جدا، اللي متابعني من كل البلاد يعملوا سير ودعم القناة. طبعا ده فيديو جديد يوم السبت 16 ذي الحجة. يا جماعة لما اتكلم في حاجات مهمة جدا 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 المفروض الكل يستفيد، لان قسما بالله المعلومة دي مش هتلاقيها عند اي حد، من عند اي حد سواء كان على يوتيوب او على التيك توك، لانه كل واحد يختلف عن التاني، كل شخص يختلف عن التاني في كل طريقه في الكلام. انا مدرب رياضي ناجح، هدفي ان انا اوصلك الى النجاح وليس للفشل. تمام، النهارده هتكلم كلام مهم جدا جدا عن الكمال اجسام. الكمال اجسام لعبه ما هي سهلة. الكمال أجسام لازم تاخدها بالصبر والتركيز. الكمال أجسام مش فكرة إن أنا أروح لو أنت مبتدئ أو لو أنت مبتدئة أروح أتمرن كمال أجسام، يلا يا عم 20 كيلو أول مرة أديها، 20 كيلو أديها، 30 كيلو، واللي بيلعبوا غلط واللي بيتمرنوا غلط دي فيها إصابة لا قدر الله. ممكن اللي بيتمرن بأوزان غلط بطريقة غلط تدخل في عمليات. أنا بفضل ربنا ككابتن عزوز كمدرب رياضي ناجح خدنا خبرة خلاص، عرفنا الأخطاء التدريب في كمال أجسام، صح إيه والغلط إيه. مش أنت هتعلمني أنا هتمرن صح إيه وغلط إيه، إحنا خلاص 10 سنين بتمرن كمال أجسام، خدنا 100 خبرة خلاص. تمرين الصدر إزاي تتلعب، تمرين الصدر ازاي تتلعب، تمرين الظهر ازاي تتلعب صح، تمرين الكتف ازاي تتلعب بطريقه صح، الباي والتراي، خلاص خدنا خبره مش محتاجين نصايح من حد الحمد لله. فاتعلموا مني لان انا فعلا مدرب بجد بحق وحقيقي، مدرب بجد بحق وحقيقي قادر ان انا اوصلك النجاح. انت ما تتفرجش على الفيديو وتمشي، لا، الكل يستفيد ويعمل سير. لعبة الكمال أجسام عايزة تمشي بالتدريج، لعبة الكمال أجسام لازم تمشي بالتدريج. مبتدئ أبدأ بالتدريج، خدت راحة من الجيم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو سنة، نعرف إيه اللي ممكن نعمله قبل ما نلعب كمال أجسام. خلينا أبدأ أول حاجة بالمبتدئ. لو انت مبتدئ او لو انت مبتدئة اول مرة هتلعبه كمال اجسام، بقالكوا سنوات طويلة او سنين طويلة ما لعبتوش كمال اجسام، لو انت مبتدئ اول حاجة تعملها انك انت تعمل حاجة اسمها انك انت تسخن الاول قبل كمال اجسام. تعمل حاجة اسمها تسخين، الاحماء، تسخن على السير لمدة لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، بعد كده تعمل حاجة اسمها إحماء.
المشي على السور لمدة 5 دقايق مشي وهرولة، وبعد كده يسخن زي ما انا ايه ما كنت بنزل فيديوهات حاجة اسمها احماء، اللي هي تسخن جسمك بكامل، تسخن جسمك بكامل، ده للمبتدئ تمام. اللي ملعبش كمال اجسام نهائي، بعد كده اللي هيدخل كمال اجسام اول مرة هيلعب كمال اجسام، اول حاجة هتعملها كمال اجسام انك انت هتلعب بدون وزن، كمال اجسام انك انت هتمرن في كمال اجسام بدون وزن، لا تحط 10 كيلو ولا حتى 5 كيلو، اول مرة تلعب ابدأ اول حاجة بوزن خفيف او حتى من غير وزن، يا 5 كيلو يا 2 كيلو، ده المبتدئ. اول حاجة تعملها ان انت تلعب جنرال، يعني ايه جنرال؟ تشكل من كل تمرين شوية، مثلا تمرين الصدر، من تمرين الصدر 3 تمارين، تمرين الظهر 3 تمارين، تمرين كتف 3 تمارين، تمرين الباي والتراي 3 تمارين، مع شوية طبعا رجلين. تعمل حاجة اسمها جنرال لمدة 2 يوم فقط، أقصى حد 2 يوم، بالتدريج في كمال أجسام هتوصل للنجاح. أما شغل يلا اديها 40 كيلو في أول مرة، ممكن لا قدر الله عفوا تدخل لعمليات وفي الإصابة، سواء كان مبتدئ أو حتى بطل كمال أجسام. يعني كمال أجسام لازم نصحصح لها كويس 100%. كمال أجسام صبر وتركيز وهدوء، انا بتكلم بجد ما هزرش، لما كانش الواحد ركز في التمرين خلاص لا قدر الله اللي يجي له خلع في الكتف او المنطقه دي كلها يحصل لها كسر ولا يحصل لها مش عارف ايه، يقول لك تكره حاجه اسمها كمال اجسام. ليه؟ بسبب خطا واحد. كمال اجسام مش بالاوزان العول، عفوا كمال اجسام مش بالاوزان العاليه ولا بالاوزان الخفيفه، كمال الاجسام انك انت تلعب صح وبتلعب وزن على قد الطاقه، على قد الطاقه بتاعتك، ما تشيلش اوزان اكتر من الطاقه بتاعتك، لان قدر الله اللي بيشيل اوزان اكتر من الطاقه بتاعته ممكن انت لا قدر الله تخرج عن السيطره وتلاقي دراعك مش خلاص، ممكن تشيل الوزن كده تروح رامي الوزن بطريقه تحس ان دي خلاص العمليه معاك تبوظ تمام. فالمبتدئ لازم يبدا بالتدريج في كامل الاجسام، يسخن يعمل احماء يبدا بدون وزن تمام، بالتدريج كامل الاجسام عاد بالتدريج، مش هبل هو وعبط يلا نديها 20 كيلو اول مره نديها 30 كيلو. طب انا هو كابتن عزوز اهو اللي انا مش مبتدئ كراجل لعب كامل الاجسام من سنوات، لما خدت اسبوع راحه في عيد الاضحى اسبوع بس فقط عملت جنرال، شكلت جنرال كده على الخفيف، جنرال كده باوزان ايه خفيفه، يعني مثلا 10 15 اوزان انا كنت متعود عليها تمام. فيا جماعه لعبه الكمال اجسام محدش يتحداها، لعبه الكمال اجسام لو اتحديت فيها اوعى تتحدى الحديد، لانك لو اتحديته هتوصل لمرحله هتدخل فيها عمليات وتلاقي الدكتور لا قدر الله انت قاعد في البيت لمده سنه سنتين من غير رياضه، يعني لا انت اللي هتلعب لا كمال اجسام ولا حتى فيك مجال انت تعمل حتى رياضه، لا ماشي ولا اي حاجه. تخيل بقى لو جات لك اصابه خطيره جدا جدا، شوف بقى تبقى عامل ازاي. فلازم يا جماعه نصحصح نصحصح، مهم جدا نصحصح بالذات للعبه كمال اجسام. وبفضل ربنا انا الكمال اجسام الحمد لله مفيش حاجه معرفهاش، بقيت عارف كل التمارين، فريت الله يكرمكم نصحصح جدا جدا للعبه كمال اجسام. حتى الاطفال اللي بيلعبوا ابداوا اول حاجه بالتدريج، ابدا يعني مثلا اول حاجه بالوزن الخفيف، بعد كده يعني مثلا 5 كيلو 10 كيلو 15 20 بالتدريج احسن، لانه هيفرق معاك، لانك انت لو بدات بوزن تقيل هيجيلك شد عضلي
جسمك كله يتكسر، ولعبة كمال الأجسام مش كده وخلاص، لازم نركز فيها كويس جدا. فرصة سعيدة لكم وشكرا لكم.